قصة إيمان اللي كنا تابعناها معاكم، وإيمان اللي هي أسمن امرأة في أسمن فتاة في العالم، وكنا تابعنا معاكم إنه الأسوأ من المعاناة الصحية هي المعاناة النفسية التي أصابت أسرة إيمان في الهند. رحبنا جميعا وهللنا لأنه في فريق طبي من الهند ياخدهم، وقلنا إن الإنسانية لا حدود لها ولا جنسية لها، لكن هم عانوا من بعض المشاكل النفسية والإنسانية، واتكلمت معانا فيها أختها شيماء قبل كده. تم نقل إيمان لأبو ظبي. حسأل شيماء عن هل ده بقى يعني هيؤدي إلى تحسن الحالة، وهل الحالة تحسنت على الأقل نفسيا، وهل ده يمكن كمان أنه يؤدي بعد كده إلى أنه إيمان تعود لحياتها الطبيعية ولا لا. شيماء أهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل. الحمد لله على السلامه. انتقالكم من الهند لابو ظبي. الله يسلمك يا فندم. الله يسلمك. ربنا يسلمك. حاسه ان الوضع احسن؟ بص حضرتك، خلينا نبقى صراحه، احنا بقالنا تقريبا النهارده ثالث يوم، احنا جينا يوم الخميس بالليل. اكيد طبعا مش هيكون في معجزات حصلت في ثلاث ايام، لكن على الاقل يعني طبعا الناس استقبالهم لإيمان، الحالة النفسية اللي فيها إيمان عموما أكيد اختلفت، وإن شاء الله هم في خطة لعلاجها محطوطة، وربنا يسهل إن شاء الله في خلال شهرين ثلاثة نبدأ يبقى في تغيير في حالتها، عشان نقدر نقول إن في خطوة معينة اتخذت أو حصل تطور في الحال، لكن ما نقدرش نحكم طبعا في ثلاث أيام إن شاء الله. بس أنا أول حاجة لمستها قالوا إنهم يعني هيفرضوا تعتيما على إيمان، على اعتبار أنه كمان البعض ما يتلصصش على حالتها، يعني فكرة سباق الكاميرات وده، هل ده صحيح أنهم؟ طبعا طبعا أنا بحترم ده جدا جدا فيهم جدا، يعني لأن هم بيحترموا خصوصية البني آدم المريضة تمام، وطبعا مانعين أي حاجة، هم تركيزهم أن هم يعالجوا إيمان، مش تركيزهم شو وتطبيق. مش اضحك عشان الصوره تطلع حلوه يعني. لا خالص يا فندم خالص. طبعا انا لما كنت هناك في الهند طلبت منهم ده كتير جدا، قلت لهم يعني يا جماعه احنا عايزين نعالجها، مش كل شويه فيديو. انا بفوجئ ان في فيديوهات نازله لايمان، انا اختها ما بيحاولوش حتى يستاذنوني في حاجه زي، فطبعا في فرق طبعا في النقطه دي، انا بحترمهم جدا هنا، وان شاء الله بخير باذن الله اللي جاي ان شاء الله. شيماء قبل ما تيجي من الهند كان في شويه ملابسات كده، هل فعلا طلبوا لكم الشرطه؟ وصل بهم الامر الى انهم طلبوا الشرطه ليكم؟ يا فندم ده حصل حقيقي. اللي حصل ان انا كذا مره ايمان تطلب مني نقطه ميه بس كده، هي بتاكل الاكل والشرب من التيوب من مناخيرها لمعدتها، فبيحصل هي بتقول لي عايزه ميه بس قبل لي كده بقي يعني، فبديها، ما حدش كان بيقول لي حاجه عن طريق السرنجه، ايمان ما بتقدرش تشرب من كوبايه او حاجه عشان بتشرق، تشربش كميات يعني. فاخر مره دي لما حصل كده طلبت، قلت للممرضه انا عايزه ادي ايمان نقطه ميه، قالت لي لا انا مش هديها، قلت لها طيب اوكي انا يعني دي مش اول مره. فلما اديت لها نقطه الميه دي لقيت كل المستشفى طالعه بيقولوا لي انت عملتي كده، قلت لهم انا ما حدش قال لي ما تعمليش، قالوا لي انت كده بتخالفي تعليمات المستشفى، قلت لهم انا ما حدش قال لي ما تعمليش ده وخالفته، قالوا لي احنا هنطلب لك الشرطه، قلت لهم ايه الجريمه اللي انا عملتها؟ ما فيش مشكله، عايزين تطلبوا الشرطه اطلبوا. ما فيش نص ساعه لقيت اكتر من 8 اشخاص شرطه داخلين عليا، طبعا المنظر كان مرعب، وانا طبعا انهارت، وايمان كانت بتعيط وبتصرخ، دخلوا علينا الاوضه قالوا لي ايمان بتتكلم، قلت لهم لا مش بتتكلم، طلعوني بره سالوني ايه اللي حصل، قلت لهم حصل كذا كذا، قالوا لي طيب ممنوع ان انت لازم تتبعي تعليمات المستشفى، عشان هما بيقولوا لي انت اكلتيها قبل كده والاكل وقف في زورها وكانت هتتخنق قلت لهم الكلام ده ما حصلش يا جماعه، ولو هو حصل فده بناء عن تعليمات الدكتور، وطلعت لهم الشاتنج اللي بيني وبين الدكتور وهو بيقول لي اديها قطعه شوكولاته. فطبعا لما شافوا الرساله ما تكلموش، يعني حتى لو ده حصل طيب. فده بناء على تعليمات الدكتور. قولي لي هنا طبعا ما كانوش عايزين ان انت تسافري تاخدي ايمان لابو ظبي، ولا يعني يعني هل كانوا مصممين على انهم هم اللي ينهوا الحاله ويعالجوها بشكل نهائي؟ حصل ميتنج يا فندم بيني وبينهم قبل ما اتواصل مع مستشفى برجيل
والدكاتره هنا، حصل ميتنج بيني وبينهم، ومدير المستشفى قال لي احنا كده كده قررنا ان احنا ننزلك مصر انت واختك. قلت له مفيش مشكله يا فندم، بس انا عايزه اعرف الميعاد يعني عشان ارتب اموري. قال لي لا انت مش من حقك اصلا تعرفي. قلت لهم احنا لينا عيله على فكره في مصر، ومعايا بني ادمه مريضه، فلازم لينا ترتيبات، ومن حقي اقل حقوقي ان انا اعرف انا نازله امتى. قالوا لي احنا لما يجي لنا مزلنا احنا هنقول لك هتنزلي، لكن انت مش هتعرفي اصلا انت نازله امتى. فقلت لهم خلاص ادام انتوا ده قراركم ان انتوا كده كده منزليننا، انا هبدا اتواصل مع اماكن تانية ومستشفيات تانية عشان اكمل علاج اختي. فده كان بناء رد فعل لكلامهم ان كده كده كانوا هينزلوها وهي تعبانه، فما كانش ينفع، لازم تروح مكان تكمل علاج. فده كان رد فعل ليا ان انا تواصلت مع المستشفى هنا ومع الدكاتره هنا، ورحبوا جدا وقالوا هيساعدوا. ولما حصل مداخله بيني وبين دكتور شمشير فعلى قناه العربيه، في المداخله دي قال تاني يوم على طول هيبعت كونسلت طبي يشوف ايمان، وحصل فعلا بعد 7 دكاتره وشافوا ايمان واستلموا حالتها وشافوا التقارير الطبيه بتاعتها كلها وبدات ترتيبات ال يلا ربنا يشفيها، واحنا هنتابع معاك الحاله ان شاء الله. شيماء شقيقه ايمان، اثمن فتاه في العالم اللي نتمنى انها تعود الى مصر سالمه تمارس حياتها الطبيعيه، لانه الحاله دي بملابساتها بتفاصيلها حاله يعني ربنا يستر في كل الاحوال. يعني هنا بتبقى نوع من العذاب اللحظي، يعني مفيش حياه بهذا الشكل. نتمنى انه ايمان ترجع وتمارس حياتها الطبيعيه.